والمجتمع الدولي يعرف ولديهم المعلومات بالدقة أين تنظيم القاعدة ومن خلف تنظيم القاعدة. هؤلاء أبرياء زارعين مواطنين يعني بدو في الشعاب نساء وأطفال، هؤلاء نصنفهم كلهم قاعدة، هذا لا يجوز. احنا نطالب الشرعية والتحالف، نطالب مجلس القيادة الرئاسي أن يتخذ موقف. احنا عوقبنا بهذا الملف كثيرا في البيضاء يعني، وباستمرار يتم معاقبتنا بهذا الملف حتى أنه تم حرماننا من الدعم ومن تحرير محافظتنا بسبب هذا الافتراء الكاذب. أهل البيضاء 1,500,000 يمني بين رجل وامرأة وشيبة وطالب وعسكري و يعني لا يمكن توصيف الجميع يعني بـ 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 بتنظيم لا معين لا يعني. احنا والله والله ان احنا نلوم هذه الجهات الدولية انها تقبل مثل هذا الكلام على 1,500,000 مواطن تصنفهم بانهم تنظيم قاعدة. هذا نعتبره انه مبرر لظلمنا، مبرر لقتلنا، مبرر للسماح للحوثي بفرض مشروعه الامامي الكهنوتي المجيد الذي يختلف مع اجدادنا من قبل 1,000 سنة.